إذا نظرنا إلى الصادق لوجدناه. لوجدناه لا يزال يلعق جروحه مقرونة بدمائه. مدرجة أيضا بعرقه. كانت هناك حركة وجبهة. كانت لها فصائلها كلها. وكانت أملا لجميع السودانيين أن تحرر السودان. لكن هذا الرجل وبعد الهجمة في يوليو 1967 انهار. وأتى إلي وأنا في قلب الصحراء، وأحمد زين هذا كان في طرابلس وهو يعرف أنه أتى إلي. وقال لي فقد جاء الشيخ عبد القادر الجيلاني. وقلت له مدد. كان الشيخ عبد القادر الجيلاني هو عمر الطيب طبعا. وكان عمر الطيب يسعى للمصالحة. وجاء الصادق في وسط الصحراء هذه لكي يستشير. وانا قلت للصادق كلاما لا ازال من الصادق. قلت له اذا كان هناك مشكلة في بلاد اي منها، وإذا جاء الناس وقال أوقفوا هذه المشكلة وحلوها بالحسنى، نحن لا يمكن أن نتجبس ونقول لا بد أن نحل هذه المشكلة بالموت أو بالدم. نحن لا نرفض المصالحة من حيث المبدأ ولا نصر على العنف من حيث المبدأ، لكنني أحذرك بأن هذا الرجل رجل قادر. أنت ستعتقد أنك تستطيع أن تفوقه قدرا، ولكنه مورث أصبح للغدر ووارث للحقد للغدر العالم ومدرس من أجهزة الاستخبارات هذا الغدر العالم. قال لي لذلك أريدك أن تبقى معي. أنا قلت له والله إذا استطعت أن تصنع الصلح حقق المبادئ محددة لجماهير الشعب السوداني، فنحن كنا نقوم بهذا العمل قبلك وأنت لم تره ولم تعلم به ولم تسمع ولم تشترك فيه، ولكننا ليس إكراما لك فقط، ولكن إكراما للإمام الغايب ولجماهير الأنصار عندما حضرت من الخارج في عام 1975 ولم تزرنا إلا الآن جعلناك رئيسا. كان صلحك هذا مشرفا ومناسبا للشعب السوداني فنحن سنقف معه. وذهب وطلبني من هناك، وكان الاخ احمد زين عابدين موجود هناك، وعقدنا اجتماعا للمكتب السياسي للجبهه الوطنيه. حضرت انا واحمد زين عابدين وهو وعمر بن الدايم و عثمان خالد مضول ومن فحضروا الاخ محمود صالح الذي كان العضو المستقل في مكتب الجبهه السياسي وكان مسؤولا ماليا الى ذلك. وقدم كل منا مقترحاته من اجل الصلح، واتفقنا على ان ندرسها غدا ونوحدها. وغدا اتينا انا والاستاذ احمد وهم بمقترحاتنا، تكاد تكون المقترحات متطابقه لمتطلبات الحريه والديمقراطيه وضد القوانين الاستثنائيه واستقلال القضاء والمجتمع المفتوح ولجان من اجل ذلك 15. اتفقنا في ذلك الاجتماع ان لا بد من ان تصاغ صياغه قانونيه. وعملت لجنة برئاسة الأخ أحمد زين، وكان فيها الأخ فاروق البرير، الأخ شريف التوان وزير النفط الحالي الآن، والأخ عثمان قائد، وصاغتها صياغة قانونية، وأحمد أقدم، وذهب بها الصادق إلى السودان،
وأصر إصرارا شديدا أن أذهب معه، ولا أزال أذكر أن الأخ معمر القذافي قال له حتى اتفاق نيل إلى الآن لم نر له أول. وأنا أعتقد أن زميلك هذا يعرف المسائل الخارج أكثر، وبالتالي فإن نصيحتي هو أن تذهب أنت ولا تترك زميلك الخارج. وقبل بعد شدة وجاء وفوقع الأمر أن أحمد زين عبدين هذا كان معترضا على ذهابي جملة وتفصيل من اللوحة حتى قبل حديث محمد، وذهب أحمد في ذلك الوقت. وقبل أيام كانت هناك مشاحنات ومصادمات، كان أحمد زين عبدين لا يمد يده إلى الصادق المال، وعثمان خالد لا يمد يده ايضا في الاقتصاد والمال. واستطعنا في مطار جازو ان نصنع صلحا مع السيد احمد لكي يستطيع ان يجلس مع بعض. وذهب معهم الاخ الدكتور. وذهب ولم تمض ثلاث اسابيع إلا وأتى الأخ أحمد بن العبدين قال إن هذه كلها أسطورة، ليس هناك صلح إطلاقا. أنا ذهبت وقابلت النميري مقابلة بروتوكولية، وبعد ذلك لم يأتي شخص، ومعلوماتي كانت معلومات صحيحة طبعا أن الصادق المهدي يقابل النميري في غرف مغلقة كل ليلة، وأن هذه حتى لو كانت مصالحة انقلبت إلى شيء طائف أو شيء شخص. ونحن لا بد أن تعلموا أن أحلام يوليو وما حدث في يوليو، وهذا حديث آخر لم يذهب من رؤوسنا إطلاقا. كانت يوليو عروس العمليات، كانت مجهزة تجهيزا لا يمكن أن تجهز له العروس ليلة الزفاف، سلاحا وتدريبا ورجالا وخطة ونفوذا إلى الصحراء وكل شيء، ولم يكن لها ان تفشل اطلاقا. نحن نؤمن بالقضاء والقدر، اذا اراد الله يفشلها فالله قادر على ذلك، ولكن السيد الصادق ليس منا ولم يكن بيننا ولم يزورنا ولم يرى بنا. صنعنا كل الاحتمالات وضعنا لها ردا وحلولا، ومع ذلك فقد حدثت الخيانه في يوليو من بين صفوفنا. نحن الذين لم نكن نعتقد أن الخيانة يمكن أن تتابل، أن يدس ضدك شخص، أن تخدع في شخص، لكن الخيانة لا يمكن أن تأتي من أعلى، من أعلى الجهاز، من رأسه، من الرجل الذي لو دخلنا السودان ظافرين يوم ذلك لكان قد أصبح رئيسا للسودان، لأننا نحن لم نكن نواط الرئاسة ولم نكن نريد أن نشارك في هذا، كان يعلم ذلك. وذلك استغربت كثيرا، ما الذي كان يريد رئاسة أفريقيا يا رب؟ ماذا هذا؟ هو بلدنا ونحن اخترناه لكي يكون رئيسا بعد غياب دام 5 سنوات، وجاء لنا هنا وقال أنا مقدم للدكتوراه في أوكسفورد، فقلنا مرحبا الدكتورات كلها، وقال انا مقدم للدكتوراه في الازهر واحد في اكسفورد، واجرنا المنازل هنا واجرناها في القاهره والسيارات في القاهره وفي كل شيء. اذا كان رئيسنا يريد اصبح دكتورا فهذا شرف، عالجناه من هذه الزاويه. ايوه، وإذا كان أراد أن يترك الأعمال القذرة والصحراوية لنا فنحن نقوم بها كواجب وطني، وعند ذلك نقول أننا في الوقت الذي كنا فيه في الصحراء كان رئيسنا أخذ دكتوراهات العالم أيضا، وهذا لذيذ جدا وصحيح، ونحن لم نرحب اطلاقا. ولكن مع ذلك ان دماء الخيانه هذه اذا جرت لا توقف، مع ذلك كانت الخيانه
حكومة الجهاد. تغير البيان الذي كتبه الأخ أحمد هنا، أنا لم أقل لكم هناك الصحراء وقت الحسن هذا وحدث لي ما حدث من حادث. البيان الذي كتبوه هنا عندما فتشوه في الداخل لم يكن نفس البيان، الخطة لم تكن نفس الخطة، الإذاعة لم تكن نفس الإذاعة، على فلان أن يحول دون الاتحادين ودون ومسائل لم نكن نعتقد أن رجلا عاقلا يلجأ إليها إطلاقا. ما الذي كان يريد ده؟ أنا لا أسكف عندما عرضت مصر على السودان أن يكون محمد أحمد محجوب رحمه الله أمينا عاما للجامعة العربية، وكنت وقتها في مصر، وقال لي هذا الكلام عبد الناصر. قال لنا أنا عبد القالك حسونة قد عجز وأنا أريد رجلا كمحجوب، فهل تستطيعون أنتم في السودان ذلك بعد مؤتمر القمة أن يكون محجوب في هذا المصر؟ أنا لا أستطيع أن أحكم برأي محجوب، ولكن في رأيي أن هذا الاختيار اختيار مناسب. قال لي لأن محجوب مفتوح الصلة بالعالم وبهجر ويستطيع أن الجامعة العربية جهاز ضعيف يستطيع أن يقوي. وأنا سأستشير السيد اسمه مستشير السيد محمد المعلوم سنصدر لك الرد. قال لي أنه بقيت لعبد الخالق حسونة لك، فأرجو أن تستعجلوا الرد حتى نستطيع أن يأتينا. كان صادق المهدي في وقتها يقوم بأكبر تآمر ضد الحكومة التي هو رئيس الحزب الذي أتى بها. كانت المعارك بينه وبين عمه وبين محجوب معارك مطروحة في الشارع. جئنا تكلمت مع السيد اسماعيل أسري لما اعترض، تكلمت مع السيد محمد أحمد محجوب لما اعترض، ذهبت للسيد الإمام الغاية أخترته فلم يعترض. قلت له هذا يحل مشكلة، يأتي الصادق المهدي رئيس الوزراء ويختار أي وزارة أخرى ويسب محجوب ويخدم القضية العربية في مجالات التي تعود أن يخدمها القضية العربية. وكنت مع السيد الإمام عندما وافق، وذهبت من السيد الإمام مباشرة إلى منزل السيد الصادق المهدي وجدت ما هو اسمه خالد الترابي وحملته يتغديان، وبعد دقائق قليلة أخبرت نحن لم نكن نطلب منه شيئا، نحن وافقنا على أن يكون رئيسا للوزارة، محجوب الذي كان رئيسا للوزارة سيذهب أمينا عاما للجامعة العربية. وأنا أحكي لكم بالنص الكلام الذي قاله. قال لي إن هذا يعطل من برنامجي. قلت له عبد الخالق حسونة سيستغيث في الشهر القادم، ما هو برنامجه؟ قال لي برنامجي هو أن أخلص من قضية السودان نهائيا في 3 شهور وأن أخلص من قضية أفريقيا نهائيا فيما لا يزيد سنة، وأن أتوجه إلى الشرق العربي فلا يأخذني هذا 6 أشهر، قد تأخذني بريطانيا وأمريكا اللاتينية بعض الوقت. أنا استغربت جدا، هل هذا حلم أم خيال أم كلام يقوله رجل مثل هذا أراد أن يخلص العالم كله في 3 سنين ونحن عندما نعرض عليه رئاسة الوزارة وأن يذهب كبير من السودان للجامعة العربية يخدم القضية العربية في 3 شهور نعطله؟ فلم أزد على أن أقول في قلبي أصحاب العقول فراح إلى عمه السيد الإمام الهادي وقلت له والله إن ابن أخيك هذا لديه كثير من الانفصام ويحتاج إلى كثير من الرعاية لأنه قال لي كذا كذا وهكذا وهكذا وهكذا، وقال لي أن هذا البرنامج يعطل خلاصي من مهمتي الأممية، هذه المهمة التي لم يستطع أن يحلها ماركس ولا أنجلز ولا لينين ولا أحد في كل المنطقة أراد أن يحلها هو بمثل هذا البرنامج في ذلك الوقت. لم أستغرب منه عندما فشل، ومع ذلك نحن لم نطرد بعد أن فشل فيه، بل استعملنا الكثير من الدبلوماسية، استعملنا الكثير من الصبر
وذهبنا معه كل الطريق الى ان وجهنا بامر واحد. جاء السيد الصادق هنا الى لندن، سألته اين نقاطنا 15 واين التقرير القانوني لنا. كان احمد قد سبقه من حضور. قال انا لم احتج ان اكتب مع النميري حرفا واحد. قلت له لماذا؟ قال لي لاني ادركت ان النميري قد اصلح دينيا ووطنيا. وهذه عبارات بالضبط، انا لا يعني لا اضيف عبارات من عندي. قلت له النميري اصلح دينيا ووطنيا. قلت له استاذ صادق، انا وانت ذهبنا وقلنا للعالم او للشعب السوداني أن النميري قد أصلح دينيا ووطنيا، من الذي يصدقنا؟ وما هو القياس للرجل أصلح دينيا ووطنيا؟ قال لي لذلك أريدك أن تقول. قلت له والله لو كنت تريد مني شيئا شخصيا يمسني أو حتى حياتي لكنت قد وقفت معك، ولكن هذا الأمر له أهل وله شعب، ولا بد لشعبي ولاهلي هؤلاء ان يستيقظون، حتى اهل الخاف يستيقظوا بعد مئات السنين، وسيسالوني ويسالونك من اين لكم العلم بانه قد اصلح دينيا ووطنيا؟ ومن الذي فوضكم نيابه عنا بان تحكموا هذا الحكم وان تعملوا معه هذه الاجراءات؟ ومن يوم ما ابتدات الخصومه وسارت مسارات كثيره، ومن يومها هو لم يرد ان يقتنع اطلاقا انه خذل، ومن يومها يردد في صمت مرات ان هناك مصالحه ويرفض النميري ويرفع الصوت. وانتم لابد قد سمعتم بالخطبه في قبيض التي وصفوا بها اخيرا، وبالخطبه ضد عمر بن الداعي. ظل النميري في مثل هذا الموقف يشتمنا نحن، هذا امر طبيعي معرفة ما شاء، ونحن نستوعب هذه الشتيمة وهي بالنسبة لنا أمر عادي، ولكن كأن يشتم أولئك الذين صالحوا، وكأن يشتم أولئك الذين شاركوا، لم يكن هذا أمرا مقبولا، ولكنه كان أمرا جديد ابتلعوا مقابل الدائرة، مقابل المحلج، مقابل المعصرة، مقابل أي شيء ابتلعوا كل هذا وسكتوا. حتى الاخوان المسلمين ايضا ابتلعوا كل هذا وسكتوا. ويوم ان شتمهم في مؤتمر القوم